اولا بالنسبه الازمه اللي كاينه دابا راه مأثر بها كل شيء، ماشي غير المواطن العادي، حتى الفنان والمثقف. وكاين مشاكل كثيره اللي كنعاود مثلا نعطيكم مثال بسيط على فيما يتعلق بالمجال الفني والثقافي. دابا حاليا الفنان مده طويله ما اشتغلش، وحاليا كاينه اشكاليه ان تلاح دابا الدعم، كاين بعض الدعم ديال العروض داك الشيء، ولكن كاين اشكال مطروح هو انه العروض اللي هي مطروحه للدعم تفرضت عليها لي سيو ليدونتيفيكاسيون فيسكال، بالوقت ان الفنان ما محتاج انك تزيد عليه واحد العصا ديال في الرويده توقف ليه. كنفرض ان الدوله اللي في شخص وزاره الثقافه ان تاخذ الاعتبار هذه المساله هذه، وما تفرضش على الجمعيات ليدونتيفيكاسيون فيسكال تساعدهم بعدك غير يشتغلوا هذه السنه هذه، وقفوا على رجليهم وبداو ينظموا راسهم بشكل تدريجي. حيت حنا حاليا الا جينا نشوفوا غنلقاو مثلا الا تعمقنا مزيان غنلقاو بانه الناس اللي القدام اللي كنقولوا حنايا كيمثلوا المسرح المغربي راه اغلبيتهم ماتت، الناس ماتت، الفنانين القدام ماتوا، بقات واحد النسبه قليله حاليا ما عندهمش حتى القوه والانرجي باش يديروا المسرح. حنا كنتكلموا على المسرح بمعنى ان هاد لا جينيراسيون ديالنا حنا هما لا غولاف، وكاين عندنا اشكال خطير جدا هو ان المسرح المغربي غادي وكيموت والمجال الفني تا هو كياكل العصا. باش نلقاو تخرجه باننا نعاودوا نحيوا المسرح ويكون رساله ديال الشعب، حيت كون كان الفن معطيه حقه ومعطيه وقته كنظن بانه يكون رساله يوصل رساله للمواطن المغربي ويساعد الدوله في هذا المساج وما يوقفوش الاخفاق الاحتجاجيه بحال هكا. الدور ديال الفنان دور كبير في انه يخلق واحد نوع ديال التواصل بين 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 النظام وبين الحكومه وبين الدوله وما بين الشعب، غير انه ما عطينوش الفرصه على انه يكون يخدم هذه الخدمه هذه، لان المفروض انه خاصه تكون واحد نوع ديال التواطؤ مشترك ما بين الحكومه والدوله وما بين الفنان، من خلال ان مثلا كحكومه كرئيس حكومه ولا كدوله كنديروا لقاءات مع الفنان سنويا وكنقول لهم هل الاولويات اللي كاينين خلال هذا العام، وكيبقى دور ديال الفنان انه هو كيوصل داك لو ميساج ديال الاولويه للمواطنين، ولكن بفن بكوميديا وبطريقه زوينه وما كيكونش بان فعل مباشر. وكنقولوا حنا كفنانة اننا كنعاونوا النظام كنعاونوا الدوله وكنعاونوا الحكومه في هذا القطاع، واكبر دليل على انه ما كنا كنعرفوا مثلا في مصر في الثلاثينات والاربعينات ان واحد الفتره كانوا داك الميكانيسيان والموظف البسيط ما كانش كيتزوجوا به البنات في مصر، فخلقت الفن واحد الثقافه ديال انك تقولوا باش مهندس، ما بقناش كنصغروا من داك المهن. بدات انه المسلسلات واعمال كنتكلموا على انه هاد الناس كيربحوا اكثر من الناس الاخرين، ولينا كنشوفوا مثلا اللي كيخدم في الحديد والبناي والميكانيسيان وكنفهموا بانه كيفاش كيشتغل وكنفهموا كيولى باش مهندس، كنلقوا بان الناس كتلعب بالفلوس. يعني حببنا العيالات في انهم يتزوجوا بهذه الفئه. دابا حاليا كنقول مثلا كاين ازمه الزواج، واحد ما بغى يتزوج ولكن ما كيشوفوش في هاد الناس. نتزوج انا بواحد عنده فراشه، واحد كتقول لك نتزوج انا بواحد ميكانيسيان، نتزوج انا بواحد بناي، ما كتشوفهاش من هاد الجانب. علاش؟ لان كيبان لي هذاك الانسان ما مضمونش المستقبل ديالو، ولكن الا كان المجال الفني كيلعب هذا الدور وكيخول ويعاون الناس هذه المساله كنظن بان المساج غادي يوصل. صح، راه جزء من الشعب، غير الشعب خصو يفهم والفن خصو يفهم وحتى الحكومه خاصها تفهم، يعني هذه مساله مشتركه بين الجميع وشكرا للجميع.